السلام عليكم يا صديقي. وعليكم السلام. يا للمفاجأة، لعظيم السرور تثيرني مقابلتك أي الله. أسمى تبريكات في حالكم؟ أجل، الحمد لله، حالي طيب مبارك. أتمنى حال أهلكم طيبة، ليس كذلك؟ نعم سليم، الحمد لله على السلامة. وأنتم؟ الحمد لله طيب، ولكن أخي مصاب بالحمى. أحقا على إشارة جائحة الفيروس الكورونا؟ لا يا حبيبي، فإنها ليس من إشارة على ما قاله الدكتور نبيل MBBS. بارك الله فيه الشفاء العاجل، وأتمنى فيه حسن الحظ. اللهم أده بالبصر، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء تاما لا يعادل سقما ولا ألما. أنت من أين؟ أنا من فوناني. إن شاء الله إلى أنت روح يا أخي. نذهب إلى الكلية. هل فتحت الكلية والمدارس في حال هذا الكورونا؟ ليس، بل نذهب إلى الكلية لنشترك في برنامج النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، وما برنامجك فيه يا أخي؟ نشترك في الخطبة الإنجليزية. ما شاء الله، بارك الله في علمك، والمرجو منكم دعاء الصالح. إن شاء الله. هل تود أن تأخذ معي شيئا في الفندق؟ لا يا حبيبي، لا نبد، بل تجب عليك أن تشترك معنا للغتي الآن. معذرة، أنا اليوم في الارتباطات، نشترك في المرة القادمة. لا تقول أي أذري. لا ترعمني، أنا اليوم في مشغولة مستعجلا جدا. الوقت؟ الوقت نصف تاسع. هل صليت الظهر؟ لا، أنا الآن قد غسلت على صلاة المكتوبة. فوأسفة، لا تكسل على المكتوبة، فهيا بنا نذهب إلى صلاة الظهر. هل تعلم مثل صلوات الخمس؟ لا يا حبيبي لا أعلم. مثل صلوات الخمس كمثل الغسل في النهر على بابكم خمس مرات. هل تعلم أخبار الأمريكا؟ لا يا حبيبي. قد فاز جو بايدن فوزا عظيما بعد خلافة ترامب رئيسا. شكرا جزيلا. إن شاء الله سنلقى بعد. شكرا، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام.